ملفات البرلمان وبدء دور الانعقاد الثاني، كان هناك حديث عن ترتيبات الملفات في هذا الدور. في هذا الخبر نتحدث تحديدا عن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، والتي تم الإعلان عن أنها معنية بصورة أساسية بعدد من القضايا خلال هذا الدور. يأتي على رأسها بالنسبة للجنة قضية عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى وعرض قانوني الرياضة والهيئات الشبابية. بطبيعة الحال هناك حديث عن انتهاء اللجنة بالفعل من مناقشة مشروعي القانونين والانتظار لعرضهما على البرلمان في الجلسة العامة. أما بالنسبة لعودة الجماهير فاللجنة كانت قبل انتهاء دور الانعقاد الأول وفي آخر اجتماع لها قد طلبت الأجهزة الأمنية بمدة لا تتجاوز 3 أشهر من أجل الفصل في هذه المسألة، وتمنت بطبيعة الحال عودة الجماهير في هذا الموسم. معي عبر الهاتف الآن دكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب لمزيد من التفاصيل. بعد التحية، يعني دائما الحديث عن عودة الجماهير وهو مطلب جماهيري ورياضي بالأساس، لكن يقابل على الجانب الأمني بمسألة التقديرات الأمنية وحساباتها. كيف يمكن الموازنة ما بين الاثنين تشريعيا وأمنيا؟ قلنا احنا سنة زريم. طبعا الموضوع زي ما قلت حضرتك موضوع مهم جدا، سواء شعبيا او سواء على مستوى المجال الرياضي. عوده الجماهير يعني عوده الروح للرياضه المصريه عموما. يمكن احنا اجتمعنا في اخر اجتماع للجنه كان يعني اولوياته سواء الانتهاء من مناقشه قانون الرياضه واحالته اللجنه التشريعيه والانتهاء من قانون الهيئات الشبابيه. يعني يمكن دول اللي كان شريحه كبيره جدا من الرياضيين منتظرينه، سواء بقى سواء مجالس ادارات الانديه او مراكز الشباب او الانشطه الرياضيه بصفه عامه. واعتقد ان احنا عملنا مجهود كويس جدا في طول العقد الاول للانتهاء من القانونين دول. الجزء الاخير الخاص بعوده الجماهير، يمكن احنا اشترطنا شروط اساسيه ضمان الامن والامان لكل المنظومه الرياضيه في جميع الرياضات، بس مش كره القدم بس، لعوده الجماهير. ويمكن امهلنا الجهات المعنيه سواء وزاره الشباب والرياضه او وزاره الداخليه او اتحاد الكوره بالاجتماع خلال 3 شهور والاتفاق على عوده الجماهير خلال 3 شهور. برضو مع الوضع في الاعتبار ان هناك قرارات خاصه بالنيابه العامه تشترطها لعوده الجماهير. فقلنا ان لازم يكون مراعاه قرارات النيابه العامه ومراعاه كل الاجراءات اللي بتتخذها هذه الجهات لضمان الامن المنظومه الرياضيه سواء جماهير او حتى الامن او الحكام والاداريين او الى اخره. يعني يمكن عايزين عوده الجماهير عوده تليق بمصر. صحيح. دول كتير جدا اقل منا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لكن فيها جماهير وقادرين ان هم ينظموا. احنا نفسنا في مصر نظمنا مجموعه من البطولات، يعني بدايه بكاس العالم تحت 17 سنه 19 سنه البطوله الافريقيه، واعتقد ان كان المظهر الجمالي اللي كان فيه الجمهور المصري شرف لاي مصر. مفهوم. ويمكن في الاسبوع قبل الاخير تم كلنا شفنا مباراه السوبر الاماراتي ومستوى التنظيم المصري والشكل اللائق والمحترم للجماهير المصريه. هو ده اللي احنا عايزينه بقى في مصر. أنا بس عايزة كمان، لأنه لا نستطيع بما أننا نتحدث مع أحد نواب البرلمان ألا نتحدث عن هذه الاحتفالية اللي حضرتك موجود فيها أو بمناسبتها في شرم الشيخ في هذه اللحظة بمرور 150 عاما على هذه الحياة البرلمانية. بعيدا عن لجنة الرياضة، فكرة هذه الدبلوماسية البرلمانية إنجاز التعبير بهذا التجمع للبرلمان المصري والبرلمان العربي والبرلمان الإفريقي، كيف ترونها كنواب للبرلمان وفي أي اتجاه تدفع؟ يعني يمكن رسالة إلى العالم كله أن هذه الدولة دولة المؤسسات الدولة المصرية بها حياة نيابية من 150 عام. ده رسالة مهمة جدا لازم توصل لكل العالم، ورسالة من مدينة سياحية، أشهر مدينة سياحية في مصر شرم الشيخ، أن احنا بنتكلم أن نواب مصر ورئيس مصر كل مجتمع هنا برضو بيعطي انطباع عن الامان والاستقرار اللي بتعيشه مصر. احنا بنتكلم احنا دعوه لكل الدول انها تشاهد هذا التجمع العربي الافريقي المصري على ارض مدينه سياحيه. تجمع اعتقد ان هو
يعطي رسالة محترمة جدا سواء على المجال الأمني الفهر الأمني أو السياحي في ظل الفترة ديت. يعني يمكن حضرتك متابعة امبارح أكثر من سفارة بتعمل تحذيرات وبتعمل يعني تنبيهات لرعاية. احنا الحمد لله قادرين في مصر ان احنا نعيد السياحة الى مصر مرة اخرى بالشكل اللي كان بيحقق عائد محترم لمصر من الدخل القومي، واعتقد ان احنا في الاتجاه ده ماشيين كويس جدا، وده اشارة يمكن زي ما قلت حضرتك ان اشارة للعالم كله واشارة للدول الافريقية والدول العربية ان مصر بتستعيد مكانتها، ومصر بهيئتها البرلمانية بالهيئة النيابية برئاسة الجمهورية موجودة وبتحتفل ب 150 عاما على الحياة النيابية في مصر. يمكن ده من أقدم البرلمانات الموجودة على مستوى العالم. وربما هذا التجمع أيضا البرلماني هو الأول على هذا المستوى عندما نتحدث عن هذا العدد من البرلمانيين تقريبا، يعني غالبية البرلمانيين المصريين متواجدين إضافة لأعضاء البرلمانين العربي والإفريقي. نتمنى أن يكون في هذا ما يدفع بالعلاقات البرلمانية في زاوية، و يعني يعزز أيضا العلاقات المصرية العربية الإفريقية على الزاوية الأكبر. أنا بشكر حضرتك دكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب من شرم الشيخ، حيث هذه الاحتفالية